بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان وين ما كنتم، مساء الخير ومساء سعيد عليكم في كل مكان. كانوا بيننا وما زالوا عبر جميل الأغنيات والألحان والكلمات. اليوم نتحدث عن واحد من أصدق من مروا على تاريخ الأغنية السودانية، صوتا جميلا وكلاما منغما وعذبا، الفنان الكبير صالح الضي. ولما تقول صالح الضي، ناس كثيرة جدا بتمشي معك لأغنيات كثيرة جدا ولأبعاد كثيرة جدا، ومجموعة من الشعراء، مجموعة من الناس اللي كانوا حوله برضو بتذكروه بجميل الألحان وجميل الأغنيات والكلمات والذكريات التي كانت في ذاك الزمن الوسيم. نسعد جدا في هذا المساء نتحدث عنه، نقدمه لجيل اليوم خير التقديم. أسعد جدا بالترحيب بأستاذنا الشاعر الكبير، بيقولوا عنه أنه أمير ورئيس جمهورية الحب، أستاذنا إسحاق الحلنقي. مرحب بك. يا مرحب بك، وألف مرحب كمان. مش مرحب، كيف أخبارك؟ الله يسلمك. كيف صحتك؟ طيب الحمد لله. يمتد الترحاب ايضا كذلك للشاعر الكبير استاذنا عبد الوهاب هلاوي. مرحب بك ومساء الخير. تحيه لك وتحيه لهذه الفكره الفنانه، وانتم بتتطرقوا لحياه فنان بكل المعاني، وشكرا جزيلا. مرحب بك استاذنا، وانت الباحث والإعلام المعروف والشاعر الكبير، نورتنا كثير، وهذا المساء يكون بك أسعد وبكل الأساتذة بالتأكيد. الله يخليك. مرحب بك. ونرحب أيضا كذلك بالفنان مجاهد عمر، المغني والموسيقي وأحد مؤسسي فرقة عقد الجلاد. مرحب بك ومساء الخير. أهلا بك، ومرحب الأساتذة الكبار يعني، وإن شاء الله يكون أنا حغني لصالح الضي. يا ريت أقدر أقول حاجة شوية من حياته العملة صالح الضي. كلنا حنغني معك بالتأكيد. لما نقول صالح الضي بالتأكيد كلنا حنغني، كلنا حنستمتع بالتأكيد. وخلونا شوية كده نفكك العضلات دائما يا جماعة. ناس الكورة، وزمان ناس الكورة كان عندهم كلام كثير جدا، فواحدين بيقولوا صالح الضي ونحن في الفم نقول صالح الضي. مرحب بكم أساتذة من جديد. وأستاذنا حلنقي، ارجع بك شويه كده ولا كثير، وما ادري اقول لك 200 عرف الهوى قلبك، لكن ده اقول لك 200 عرفت صالح الضي. والله عرفته في 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 بدايه السبعينات، كان يا دوب اظن جاي من السودان في الفتره دي. وما انسى كان يوم ممطر كده، كنت ماشي ازور اهلي في بيت المال، وكان ساكن وانا سعرك في نفس المنطقة يعني. إيش منور كده بالناس الجميلين يعني. فلما شد علي المطر لقيت البيت ده أقرب لي، اللي هو كان ساكن فيه أبو عركي، وأنا متعود أزور عركي فيه يعني. فقمت مشيت، اتفاجأت إنه صالح عركي ما موجود، لكن الموجود صالح. كانت صدفة يعني. الغدر رسمها كده انها تجي امطار تلمني بالحته دي والتقي بيه، اول لقاء لي معه. فمن خلال رؤيتي له حسيت انه اني انا قدام زول فنان، مع انه الفتره دي كان شويه بيعاني، كانت الظروف ما مدياه خاطر في انه الناس تفهمه تحس الجمال اللي بيعمله يعني. فأنا عرفته في الفترة دي، فترة بتاعت معاناة، وقاسمت المعاناة دي يعني صراحة. يا سلام. ده كان أول لقاء لك بيه. أول لقاء. وامتدت بعد ذاك لقاءات كثيرة حنتكلم عنها. بعد ذاك لقاءات. لكن نمشي شوية أستاذ عبد الوهاب. وأنا والله من قبيل نحن كده أولاد كسل، أقول أنا مجاهد ده يعني من قبيل معاكم، وحاسب إحساس جميل جدا إنه في حب ومحبة خاصة منكم ليه صالح الضي. أيوة لكن أيوة أيوة. انت شفته من بدري، وصفوا لنا شكله ملامحه حاجاته. حقيقة انا سبقني لصالح الضي صوته، وسبقني له اغنياته. انا لما قمت يا مجاهد مبتلي بتاع رادي وبتاع اسمع، تعشق الاذن، بحب اسمع يعني. فما في مطرب ولا ما في اغنيه تزاح في الاذاعه لاول مره الا تلقاني الكلام ده في كسله فتش في السبعينات. يعني لا انسى اني انا كنت متابع كل الاغنيات اللي ظهرت لصالح الضي، لفت نظري جدا كمغني يعني. فكنت متابع كل الاغنيات يعني، ولا ازال اذكر يا اسحاق اول مره تزاح فيه اغنيه عجيبه جدا لصالح الضي، لانه قالوا من تسجيلات
تسجيلات الاذاعه السودانيه الجديده سمعت اغنيه بتقول سوف انساك وانسى كل شيء عن هوانا. يا سلام. سوف انساك وانسى حاجه زي دي يا اسحاق من ضمن اغنياته يعني. فلفتت نظري كان بالفتنه صالح الضي بتلفتني يا جميل يا حلو الدم الشربان اي وعيش معي الحب يعني كل اغنيه صالح الضي حسيتها انه ده فنان فعلا فعلا غصبا عنك انك تسمع مختلف بعدين صادق كده شوف فيه صادق صادق كده يعني صادق يعني يعني يمكن نتكلم لقدام عن صدق صالح الضي اللي تجلى في كلامه هو طبعا يعني من الحاجات برضو القليلة النادرة الحدوث أن يكون هو مغني وملحن وشاعر أول حاجة الشاعر ومغني وملحن يعني أن تجتمع الثلاثة معناته أنه لو غيره أداه كلام هو بيعرف الكلام لأنه شاعر ولو غيره أداه لحن هو بيعرف الحال لأنه هو أساسا ملحن. يا سلام كان معتز بالحتة دي وبيتفخر بها يعني يعني كان دائما بيقول انا ما مفتل يا شاعر انا صاحبه شديد يعني كل يوم يعني ما مفترق شفتك وده الاخ انا كان ممكن هسه اكون كاتب اكثر من اغنيتين لصالح شايف لكن في فتره كده الاعتزاز بتاعه وقفني عم بيقول انا محتاج يزول يكتب لي شعر ولا ما دخل الا في الحته بتاعت لما رفضت الاذاعه الاغنيه بتاعت ايش معي الحل ايش معي نعم فجزعلن زعل شديد جدا جدا رفضت النص رفضت النص واجازت اللحن بامتياز نعم يعني مش اجازه عاديه نعم بامتياز فالقصه دي كانت بالنسبه له قاسيه جدا جدا فانا والله اتذكر انا قاعد انا بتونس مع خليل جا داخل يعني كان حزين كده مالك يا زول حاصل خير بتاع قال مشيت الاذاعه قدمت الاغنيه بتاعت يا ليالي الحب وجيز اللحن والنص رفض حاجه حاره طبعا في الزمن ده وانا الاغنيه دي بحبها وبعزها وكده 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 لكن استدرك كده فجاه قال لي لكن يا اخي ورعي الله يرحمه قال لي اجيك عشان تعمل لي كلام على نفس الايقاع بتاع الاغنيه. يا سلام. قلت له كويس الحقيقة أنا كنت بسمع يا 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 الحب ذاته كنت بسمعها يعني وحبيها في جلساتكم الخاصة في جلساتنا الخاصة بغنيها يعني وكانت حاجة جميلة جدا جدا نعم فقلت له خلاص كده يا صالح أنا عشان أتشبع بالإيقاع غناني لازم أستلم الإيقاع بتاع الأغنية يجي ماشي بي وين وجايبني وين فقام غنى لي مرة وغنى لي المطلع يعني بتاع الأغنية مرة ومرتين وثلاثة مسكت ورقه وقلم وانا بفتكر هنا يعني عايز اقول حاجه مهمه جدا انه الاغنيه بتاعت ام اغنيتين ولا ثلاثه اغنيات في تاريخي كله ما كتبت اغنيه كان زمنها حاجه بتاعت نص ساعه الا ايش معي الحب نص ساعه انا كتبتها قعدت هسه 40 سنه متوجه كده اكثر من 40 ساعه خلي 40 لا خلي 40 الاغنيه الثانيه مرت برضه نفس التجربه ثوابت عندي يعني شال النوار ظل البيت انا وحسين دي شال النوار دي انا كتبتها ساعة. في ساعه اعذريني في نفس التوقيت. يا سلام. انا بكتب اعذريني وصلاح ادريس بيلحن وانا بكتب ايش معايا الحب وصلاح الضي بيلحن وانا بكتب شال النوار ومحمد الامين بلحن دي الاغنيات انا حضرتهم الاثنين الثلاثه كده مع بعض وفي ازمان مختلفه ومرات بقعد كده لا افكر يا اخي كيف ده الغنى اللي بتقدم هسه الواحد يغني الاغنيه الليله بكره بتكون اتنست بعد بكره تكون اتكفل. يا اسحاق عندك بالمناسبه دي معلش ونحن في صالح الضيف في طار عندك اغنيه ثانيه سبق اللحن الكلام يعني قلت لحن عبيد علي كلام ولا كل الاغنيات هي بالطريقه التقليديه دي مع صالح الضيف فقط ولا أيوه صحيح لا في, في 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 زي شنو في زي الصوره. يا سلام. الصوره دي انا اتذكر بالليل كده تعرف يمكن واحدة ونص صباحا الباب دق ثقيل جدا فقمت مفزوع فتحت الباب لقيت قدامي محمد وردي
معليش يا اخي، هذه سعادة شديدة. انا جيت في وقت ما صح، لكن يا اسحاق يا اخي في نغمة كده عايزك تثبت لي كلام عشان ما انسى. تمام، ما في زمان ما في ريكوردر، ما في ما في، اقصد اجهزة كده بتسجل وحركات زي دي. بالنسبة يعني للحن في الزمن، ليه لحن انا خايف يضيع مني؟ فيا اخي الأغنية كده أداني الموسيقى بتاعت الصورة دي، قال كلام بصوته الحلو ذاك يعني، تاريرارير مش كده؟ يس يخبط واصل، قال لي اسحاق واصل فيه استاذ، قال لي عايز بس بس اديني مطلع الأغنية دي وانا بكون مرتاح. يا سلام. فقعدت كده غايته معاه وحاجة بتاعت والساعة كده قدرت أعمل المطلع. توعدنا، قدرت أعمل توعدنا وتبخل بالصورة يا بهجتنا ويا السحر الأسطورة، ويا توعدنا وتبخل بالصورة يا بهجتنا ويا مامتنا ويا مرسى عيوننا المبهورة، بس نحن بطبعنا ناس طيبين وحضرتك عندنا مفهورة. يعني ما بتتغير؟ ما بتغير. قال لي بس خلاص أنا أيوه. بعد كده أشكرك ثم أشكرك ثم أشكرك. طيب وردي ما بيشكرك صعب في النيوز يا سلام. كان فرحان جدا بالمطلع هذا. نعم. وفعلا وان كانت يعني لا المساله دي يعني انا اقولها صراحه صعبه شديد، صعبه شديد جدا جدا انك تبني كلام على ايقاع، لانك انت بتكون ودائره الروح ذاته دار المعنى ودائره الروح ودائره تحب الشخص يعني ليه، لانه لو ما حبيت صالح الضي ما كنت قدرت اكتب الاغنيه وتواصل معه لحد النهايه. صحيح. ولو ما حبيت محمد دوري ما كنت لانه قاعد قدامي بجماله ممكن يديني حاد في يعني يعمل لي يعني يرفعني كده عشان اكتب الاغنيه. يا سلام يا سلام. شفت كيف؟ لكن مثلا يجيني زول انا ما بريده، فنان ما بريده، يقول لي اسحاق يا اخي تم لي المطلع ابني لي على الاغنيه دي، ما في طريقه، ما بقدر. صح. طيب استاذ حلنقي، انت تكلمت حياه كثيره جميله جدا صراحه، وكلامك ده كان شاهد على معاناة صالح الضيف الأول بحسب ما أنت قلت. صحيح. وناس كتار وثقوا الحاجة دي. لكن نرجع لأستاذ هلاوي والمعاناة في دخول الإذاعة لناس كتار جدا في الزمن ذاك، ولما تكون فنان نعم وعندك نعم إحساس وعندك غنى جميل جايبه، وحتى لما تجي من غنى الشاعر وتقول له يا أخي الغنى ده رفض، الإحساس بيكون مختلف. أيوة بالتأكيد. أيوة. يعني أنا حسب متابعتي البيت اللي قاله إسحاق في بيت المال، هو كان بيسكنوا محمد اللمين وبيسكنوا عركي خليل وبيسكنوا خليل وصالح الضي. العجيب في الامر هم كل النازل عانوا في بدايه حياتهم، عانوا كثير يعني. فكل الفنانين عانوا يعني، يعني حمد الجابري انا بتونس معي مره قال لي انا رفضوا صوته 3 مرات. صح. 7 مرات يمكن. قال لي بيبكي من الاذاعه لحد المساء ما بيبكي بالشارع يعني. فانه صوته رفض يعني. فكانت الضوابط مش كده وبس، حتى لو كان صوتك جميل ما كفايه، يقول لك الخامه دي عندنا في مشابه في شبح. شوف هاي هسه، شوف الناس دي مرقين من حاجه بعض كيف يعني. شوف الحاصل هسه يعني. صحيح. فده موضوع ثاني. فهي كانت معاناه انعكست على تجربته، عشان كده سيد خليفه ما بيشبع عثمان حسين، وعثمان حسين ما بيشبع يا استاذ حسن عطيه، وحسن عطيه المعاناه دي انعكست عليه في شنو؟ ها المعاناه دي انعكست عليه في شنو؟ انا بفتكر عرف قيمه الشيء اللي بيعمله. يعني انت اي شيء قال زي ما قالوا زي قال لك المال لا يسحب من كف الفتى الا من الباب الذي منه اتى يعني. فهسه في استسهال حقيقه يعني، الاستسهال ده يعني اول حاجه خلاك انت يعني ما بتضبط اشياءك يعني، ما بالضروره ما بتحس انها هي من واجبات انك تكون مغني او ما خلى في يعني ما خلى في الضوابط ما خلى في كده. فأنا بفتكر إلى حد كبير جدا لما نزول فيهم طلع قال غنى، حتى لو كان مذيع قال هنا مدرمان مثلا في يوم من الأيام، أنت بتعرف أنك أنت عانيت، قعدت كم سنة عشان تقول الجملة دي، وقعدت سنوات طويلة وعانيت ومريت بلجان أصوات وضوابط وكده وكده عشان تكون مغني تغني في الإذاعة، معرفة عشان كده بتكون مسؤول فيما تقدمه يعني، وتحترم فنك. أيوة. وجمهورك. حس الابواب اللي بتدخل هي الابواب اللي تمرق يعني. يعني انا قبل شوي كنت بتونس مع واحد يعني شيء اكتشفت انه المساله زي الموضه يعني. صح. يعني في حاجه ثانيه مهمه استاذ هلاوي، ذكرت الابواب اللي بتدخل هي الابواب اللي بتمرق، ودائما احلى باب لما نخش لك بشربات فرح
او بشربات او بحاجة نطلق من خلال الفرح والزين. نحن من قبيل استاذنا برضو يعني مجاهد انت تعرفت بانه والله بتردد اغنى كثير لصالح الضي، وده من محبه خاصه بالتاكيد نابعه لذاك الفنان الجميل الوسيم. دم الشربات جميل يا حلو، جميل يا حلو، دم الشربات مكمله. يعني انا صالح الضي بالنسبه لي يعني حبيته وانا يا دوب بفتش للطريق وين اغني، اغني شنو، اغني كيف. فحسيت انه صالح الضي اخذني كامل يعني، فسمعت كل اغانيه وعجبني الصوت، عجبني يعني. يمكن في الفتره دي انا ما كان عندي الثقافه الموسيقيه العاليه عشان اقيم، اخذته او اخذني كده كحب، كجمال بتاع غنى، كجمال صوت، جمال مزيكا، جمال شعر. فطريا فطريا انا حسيت انه يا سلام دي حاجه جميله جدا جدا. بدأت اردد غناه، وبعد عرفته وبعد ما درسته والزمن مشى يعني اكتشفت انه صالح الضي عنده لحن ساهل عميق صعب في نفس الوقت، يا سلام، مستساغ بشكل كبير. في نفس الوقت عنده مفرده يعني واقعيه جدا بتلامس وجدان كل المستمعين. عنده صوت مميز فيه بصمة خاصة بصالح الضي. بتكتشف كل الحاجات دي، بتعرف انه ليه انت حبيت صالح الضي. يا سلام. بعد ما تمشي في 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 المعرفة يعني. حتى الحانه يعني كل ما تغنيها وتعمل فاريشن او تنويع في شكل الاداء اللحن بيسع ويديك مساحات اكبر، بيديك مساحات انك حلو حلو تغني بهذا الشكل. قلت المقطع الاول كده، المقطع الثاني تقوله بطريقه مختلفه بتعبير اكثر عمقا بمدى صوتي افضل واوسع، كله بيشيل يعني. دي الحان صالح الضي، الحانه متماسكة جدا، وحتى يعني علميا انه القوالب اللحنية والجمل اللحنية والموتيفة والانتقالات والتعبير من جملة لجملة ومن مقطع لمقطع، بتحس انه متماسك خالص يعني. انت بتغني في الاغنية، انا ما كتبت غنى صالح الضي في ورقة على الاطلاق لحد هسه عشان احفظه، بحفظه وهو بغني فيه صالح الضي يعني كده. فده بوريك انه هو اللحن متماسك، الشعر متماسك، الاداء متماسك، وجرعه كافيه. طيب نسمع جرعه اولى، وانا كنت ملاحظ تفاعل الموسيقى الموسيقيين معاك من خلال يا جميل يا حلو. نسمع يا جميل يا حلو من ثم نعود من جديد. خليكم جدا نغني يا جميل يا حلو. يلا نسمع. Thank you.
شكرا مجاهد، رب اديك الصحه والعافيه. الله يخليك. يا جميل يا حلو، والشربات ده ما بعيد من استاذنا حلنجي. دائما عندك معه علاقه خاصه، وبرتقان كسله. ما هي دي، ما هي علاقات كثيره جدا مع الشربات والفرح. انا ما تنسى كتبت لكابلي شربات الفرح. صح يا زينه، وانا كان مرادي اوزع شربات الفرح ده على السودان كله. يا سلام، انت وزعته حبه. ايوه. يا جميل يا حلو. نعم. كلمات مختلفة. نعم. تناسق في الكلمات، بعدين إشارات خفيفة وراقصة وجميلة جدا. هي أنا طبعا أول أنا 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 اللي عرفتني بصالح يا جميلة يا حلو بالأغنية دي، أنا عرفت صالح. بعدين كلمة ممكن تقولها من الصباح لأي زول، ممكن تقولها من الصباح لأي زول. وبعدين الأغنية ذات انسياب، من ناحية بتاعت انسياب شعري ماشية كده زي الموجة يعني. ما يا سلام. كلام
غير انها البساطه زي ما بقول البساطه في العمق والعمق في البساطه. يا سلام. دي 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 يا جميل يا حلو. انا يا اسحاق عجباني عجبني المقطع بتاع رسلت لك جاي لك حنين. فاكرك حنين. فاكرك حنين يحيى الحنان الماسلو. يا سلام. بعد الدموع الشكل مين؟ مين؟ ما في اي حته ارض الكثير واستحمله. استحمل. اه لو تذوق طعم الحنين بألف يوم ما تبدي. شوف عليك الله. شوف الجملة. يعني فعلا صنع يعني هذه الغنية فعلا صنع في صالح الضي. بكل المقاييس. والغنية ورجع غناها طيب عبد الله وغناها مجموعة من الفنانين في البلد دي. أيوة. يا جميل يا حلو. شفت كيف؟ يعني أكد بها غايته بما لا يدع مجال للشك إنه يا سلام ضوء كده. بعدين مهما تصد في كل حين. أيوة. جبر الخواطر أقبل. أقبل. يعني اتخيل لي السلوك الاجتماعي في الوقت ذاك مهم شديد. هم طبعا انعكاس صحيح. برجعنا لصالح الضي. هو شخصية متصالح مع نفسه إلى حد كبير. يعني صالح الضي هي من أسرة فنانة بطبعها يعني. صح. أكثر من يعني عازف. حقيقة يعني فبتلقى الشقيق الأكبر محمد الضي و عازف كمان حمامة حب بين وعازف كمان كبير. وبتلقى آدم ده البعديو طوالي البعديو صحيح. وبتلقى صالح ده الأصغر. وبعد ذاك في جيل اللي بعده نزع على الدين محمد الضي والكذا وكذا برضه كلهم شباب. بفتكر انه فيه نفس الجينات الخاصة الفنية صح. لكن الجينات دي جاية أنا من 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 وسطنا الماهن من الأبيض من أم روابة. أيوة. ولو جيت أيوة. عينت لصالح الضي شوية رجعت لورا الأبيض أم روابة كسلة بور سودان القاهرة تنقلات مختلفة جدا. شكلت إنه شكلت فنان ده يقدم منتوج كبير جدا. صحيح صحيح. هو صالح الضي من جاء جلاحك محمد ده. أنا مشيت لصديقي على الدين وبصصني في بعض الأشياء. يعني قال لي هو جاء الخرطوم جابت الخرطوم أنه جاء لاحق لأجل أخوه محمد الضي. فسرعان ما واحد من أصدقائه أخذوا لبور السودان. بالمناسبة بور السودان دي محطة خطيرة جدا جدا في حياته. كان الفنان الأول صالح كان الفنان الأول في بور السودان. صحيح. يعني هو كان بيمتهن الشغل بتاع النجارة الموبيليا. بعدين كان فنان في الحته دي. قلت ما فن واحد في النهايه. هو شخصيه فنانه يعني. أيوه. في النهايه كان كده ولا كده يعني المؤدده فيه يعني. فكان الفنان الاول في بورسوان يعني لقى من الزيوع والشهره في بورسوان يمكن ما لم يلقاها زول. بعدين الاغنيه اللي جابها وصلته الخرطوم يا جميل يا حلو. ايوه ايوه زي الموقف بتاع التاج مكي ما حبيت عشان الكسل. عشان الكسل التاج انا حبيت عشان الكسل. في كسل هناك في صح. كانت جواز السفر للخرطوم او مرور. هي بقت سافرت كده سبقته وجات وبتقول لي انا كل الناس يا اخواننا والله انا الفنان اللي عملني موجود في كسل. يا سلام. فيا ناس الخرطوم جيبوا يا جوري كسلان وغنونا ده مو صالح الضي يا مور السودان. صح. ايوه مع انه ما له علاقه يعني ما له اي علاقه بالشرق علاقه مباشره يعني علاقه دم ولا كده ولا كده. فالفتره اللي عاش في افتكر هو عاش من زي 6 سنوات تقريبا في بور السودان من 80 لا قبل كده قبل 69 ذاته يعني من 65 ل 69 من 62 ل 69 تقريبا هو كان في دي الفتره اللي عاش فيها في بور السودان. ودي الفتره اللي حققت له من الشهره ودي سبقته اغنياته للخرطوم. ايه صح. وان كان بعد ما جاء الخرطوم ما قعد صح على القاهره. في القاهره التقيت به استاذ حلنقي. لا انا ما التقيت به في القاهره لانه هو لما كان في القاهره انا في الامارات. الغريب الاثنين هاجرنا في زمن قريب. مرقتوا في وقت واحد. وقت واحد طلعنا في وقت واحد. اصافر الخريف هجرة تعصب. لكن مركتوا في الخريف ولا مركتوا في الخريف؟ والله تعرف ال نحن الاثنين كده غايتوا الغدر لما أنا كده أدانا غايتوا وقت كده عملنا فيه حاجات جميلة 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 وفرقنا. وطبعا أصلا الحياة كده من حاجتين لغية وفرق. يا سلام. مسافة دي هي أنت زي ما عايز لكن في النهاية في قطر كده مستنيك هناك. أيوه بتتجه اليوم. ايوه
نعم نعم. فعشان كده الواحد كنا كده يعني زي ما تقول ما بنفترق يعني. وحتى كانت من اجمل الحاجات اللي ما بنساها يعني اعتزازه بنفسه مهم كان مهم جدا. ما كان بيمشي لل يعني بعض الفنانين بيصلوا اذاعه تلفزيون كده عشان ما كان يبحث عن حاجه تحصل استضافه كده عمل له برنامج عنده انفه دي عنده انفه شديده جدا جدا ودي حته مهمه جدا ما بيمشي للناس اذاعه تلفزيون اذا عايزين يجوا في مكانه لكنه ما بيمشي. فربك رب الخير خلى بوري محمد دفع الله يحبه وبوري ما بيحب السائل الاعتزاز وبيجيب فنان تضوي كده كلك ما بعين لك ولا بيديك نظره ولو قال الصوت ده لا يعني غير صالح للغناء مثلا يعني لو اتقلبت الدنيا ما لا يجاز بس بتخطى الراي هو راي يعني الحته بتاعت التبتبه ما في ايوه اديني نظره واديك نظرتين دي او ادو فرصه ثانيه ما كانت موجوده ما كانت موجوده كان بيتحمل يعني شوف وعشان كده في عهده كل الفنانين ظهروا عمالقه كان ممكن لو فتح الباب تكون المسألة هايسة لغاية الليلة السودان كله يكون كان بيغني لكن كان ماسك المسألة دي هو في حاجة تانية يا سعد يعني يعني أنا ما بفتكر أنه يعني ما بفتكر أنه رهن على الأغنية رهن على الأصوات اللي بالتميز اللي بيتكلم عنه إسحاق حتى الكلام اللي بيتغنى كانت في ضوابط أيوه ما هي كلام بيتقال أيوه أيوه صح. أيوه يعني يعني صالح الضي ما ولد التميز في صوته بس يا أنا ولد التميز كلماته. في الألحان والتميز في الكلمات يعني حتى الموسيقى التوزيع الموسيقى أيوة كان صح أيوة كان يعني لكن خلينا نجي للمجاهد في حتة الصوت يعني قبل قلنا إنه هو من أصدق الأصوات المرض علميا وموسيقيا ممكن نقول عنه شنو هو تنور يسمى من أصوات التنور اللي هي مدى واسع في المناطق الحادة بيكون عنده إمكانية إنه يوصل أصوات حادة وعنده إمكانية إنه يوصل أصوات غليظة وعشان كده ألحانه المدى التعبيري فيها واسع وفي نفس الوقت أنا كنت داير أقول إنه بالضغوط والظروف اللي كانت حاصلة من لجان صوتية ولجان شعرية ولجان خلت كل الناس ما ضغوط لكن هي يعني قواعد او ضوابط الضوابط ايوه ضوابط ضوابط الضوابط دي خلت انه اي فنان اجي صوته او شاعر اجيزت قصيدته بتكون هي فعلا تستحق الاجازه صح شهاده وكل الفنانين يعني صالح الضي كاتب شاعر وملحن ومغني عمل الثلاث حاجات دي بجوده عاليه وباتقان عالي جدا جدا وبحرفية ومهنية وإبداع يا سلام في نفس الوقت عشان كده الأغنية يعني لما تسمع في أنت كشاعر المنشط المطلع المدخل الاستهلال بتاعك الاستهلال بتاعك أو المطلع بتاع القصيدة لما يكون يا جميل يا حلو أو مباشرة أو تخلف الميعاد فطوالي أنت بتخط فيه يعني كم خط تحته عشان بيقوم بيسوقك في انك تسمع باقي الكلام شنو داري يقول شنو صالح الضي وفي نفس الوقت اللحن ذاته المدخل يعني قول سينو اوك تخلف الميعاد انت وانت عارف شوقي كم يا سلام طيب ما في موضوع يعني طيب ما نسمع ما بتكمل القصه طيب نسمعه ونجي ثاني نسمع كويس نسمعه ونجي ثاني نسمع Thank you.
بعاد وزيد لي الألم. بستناك وبترجاك وقلبي خافق في لحظات العشق، في لحظات العشق.
شكرا لك كثير. الله يخليك. ربنا يديك الصحة والعافية، وإن شاء الله دائما ما تخلفوا معاد أي زول إن شاء الله. نحن حبينا بغناكم وبشعركم وخلفنا كثير لكن المشاهدين برضو بتمنى أنه ما يخلفوا المعاد. نطلع لفاصل، من ثم نعود ونتحدث من جديد حول الفنان المجدد، الفنان الكبير والشاعر والملحن صالح الضي. خليكم معنا. عودة لكم من جديد، وفي كانوا بيننا في هذا المساء وما زالوا. يعني لما نتكلم الليلة عن يا جميل يا حلو وبتتغير وأوعك تخلف الميعاد، كل الأغاني دي كتبت في مجموعة من الأماكن، مجموعة من الذكريات، سواء كان في فصول المدارس أو كانت في الكراريس أو كانت في مناطق أخرى أو كانت في جوابات أو في مناديل للناس اللي حكت الزمن ده، أستاذنا حلنقي، وأنا ما زال عايش بعد عمر طويل. وده بوريك إنه والله فعلا الكلمة لما اتكتبت اتكتبت صح، لما تغنى تتغنى صح، وتلحنت صح، ومرقت للناس صح. لما نتكلم شوية مثلا عن تجارب لفنانين هم كانوا بيكتبوا وبيلحنوا وبيغنوا، فائدة الحاجة دي بالنسبة للغنى السوداني كانت شنو؟ وانتوا كشعراء بتلاقوا ان النازل والله يفوق، يعني بيغنوا معاكم وبرضو بيكتبوا. والله صراحة انا بعترف ل 2 من الفنانين انهم كتبوا الكلمه اللؤلؤه واللحن الحلو والصوت الجميل. والصوت الجميل متفق عليه، اللي هما صالح الضي وعبد الكريم الكامل. يا سلام. دي الاثنين، صالح الله يرحمه وعبد الكريم، هما اللي حققوا نجاح المساله دي، باعتبار انه يعني هما اصلا كانوا بيحملوا السمه، بيحملوا السمتين. يا سلام. السمه بتاعت انه بيحملوا عشان تبقى اجمل بيحملوا الهلالين. يا سلام. الهلال الكلمة وهلال المعنى كده، عمل دائرة بتاعت جمر. فنان قمر بتاع فنان. مريخ ضعف الحتة دي. لما نص هلال ونص مريخ. المهم يعني فأنا بس بعترف للاثنين دي، لكن تاني ما أظن أعترف لفنان بيكتب وبغني. يعني وردي برغم عظمته كتب أغنية رفضت باعتبار أنه لا يمكن أنت تحمل كلمة فنان وكلمة شاعر، اختار واحدة من الاثنين، يا فنان يا شاعر. ده لما عملوا أغنية بتاعت ليالي العناية القمر. لكن كان بيعدل شوية مرات بيتدخل. لا لما رجع ثاني عمل الأغنية بكلمات علي مرغني وأجيزته مرة الحال. كان تكنيك كده معين. هي 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 بالمناسبة يعني الليلة مثلا أديك مثال، الطاهر إبراهيم. يا سلام. طاهر إبراهيم ملحن وشاعر لكن ما الأغنية بيوصل عن طريق فنانين ثانيين. نعم. شفت كيف بيوصل عن طريق فنانين؟ عبد الرحمن الريح اتصل. عبد الرحمن الريح. عبد الرحمن الريح ملحن وشاعر، ديل الواحد بيعترف لهم عمالقة يعني، لكن ما غنوا، وصلوا جمالهم عن طريق أصوات فنانين. عوض جبريل برضو كان صح يكتب، عوض جبريل يكتب صحيح. نعم نفس نعم. الوقت طيب عبد الله برضو لحن وكتب، لكن بتبقى في إشكالية معينة أنا ما أعرف. يعني بصرف النظر عن آراء اللجان ولا بصرف النظر، هي السيكولية بتاعت الأغنية بتحت. أنا بفتكر يعني كل ما ما ضد المسألة دي وما بتقطع على قاعدة، يعني ممكن تكون والله يا أخي أنت ملحن ومشاعر ومغني، ممكن تكون يعني مسألة بس ما فيها قضاء في المسألة، يعني لكن بتبقى يعني لما أنا كمطرب أنت ليلة يا مجاهد، لما تتكئ على تجربة شاعر حتى لما نسمع ذاتك، أنا كسيكولوجية مستمع يعني لما أسمع والله الأغنية دي كلمات إسحاق الحلنقي مثلا يعني أسمعها لحن بوريم محمد الله أداء غناء كده، أنا بفتكر إلى حد كبير جدا زي اللي بتدي كده الأغنية ثقل، تبدأ تقلع مقعد يعني. تاخذ وزن كلمات والحان وكذا، بتكون شغلانيه
يعني مهما كان حزق المغني في كتابة، لكن برضو الشاعر أكثر. أنا بفتكر يعني الشاعر شاعر يعني هو دعامة أساسية. أيوة. ومهما اجتهد بعض الناس الملحنين في أنهم يلحن بعض الأغنيات، إلا أن الملحن هو كده يعني برضو القادر على في حتة أنا عايز أشير لها، يعني غادي كلها دور في الحتة دي. يعني مثلا تلقى مثلا فنان زي ما حصل لوردي لما عايز يغني صورة، لما حس بالنغمة بتاعت صورة جاء طلب مني أنا أعمل له كلام عشان يثبت اللحن ما ينساه. فبتصور إنه مثلا كابلي مثلا برضو نفسي بنفس تجربة وردي مرة بها حس بلحن حلو كده عايز يلمه، فما هو بكلام عمله عشان ما يفقد حلاوة اللحن. صحيح. فدي قد يكونوا مروا بحتة زي دي. الشاعر الوحيد طبعا اللي انا بفتكره طبعا ده حاله بتاعت عبقريه، يعني اللي هو عبد الرحمن ريح. نعم. وده بتقبله انت يعني، وبعدين بتخطه كده دعايه. ويمكن الفتره ذاتها اسحاق ما شهدت فكره الملحن دي. الفتره الذهبيه ظهر فيها اكثر الفتره دي اللي بتكلم عنها عبد الرحمن ريح، فكره الملحنين دي ذاتها ما ظهرت بصوره كبيره، ما كانت كثيره. عشان كده لا غرابه في انك تلقاه كلمات. طيب. عبد الشاهد والحانه كده يعني. فلقدام رسخت تاريخين الكلام ده صح يعني. صح. يعني كانوا ملحنين كم؟ صح. لما كان في عبد الرحمن ريح بالحساب بالعدد من الاسماء كمان يعني. انت ما تنسى انت ما كانوا في برضه فنانين بيلحنوا في نفس الوقت ذاك. في نفس الوقت يعني سيد خليفه كان بيلحن غناو، عثمان حسين كان بيلحن غناو، ابراهيم عوض وردي كان بيلحن غناو، ابراهيم عوض نوعا يعني. لكن ده كلهم كانوا بيدعموا بالحانهم. هل هو أدرى يا مجاهد الملحن لما يعني أنت كمغني لما تلحن نفسك أدرى بنفسك يعني؟ أكيد. أكيد. مش بقول لك إنه شاعر سلبياته وإيجابياته شنو يعني؟ أستاذ هلاوي بقول لك إنه شاعر بيكتب لفنان معين حاسس إنه الكلمات دي بتصل من خلاله. أنت كفنان لما تكتب لروحك الاختلاف وين؟ أنت كمغني مثلا تلحن أغنية لك أنت وتغنيها، بتكون إحساسك فيها بحسب إحساسك بالشعر و ومعرفتك لقدراتك الصوتية والحركة اللحنية فيها، كل ده بيساعد في انه لما انت تغني الاغنية دي هتأديها بشكل كامل. لما تلحن لفنان تاني تلحن انت وتديه ويغني، اذا اللحن ده ما لامسه او ما صادف امكانياته بيكون فشل اللحن. مهما كان اللحن جميل لانه ما حيوصله لك. انا على حال انا عندي يعني عندي تجربه في بدايه حياتي مع زيدان ابراهيم. في اكثر من 5 اغنيات، الغريب الخمسه اغنيات كانت الحان زيدان ابراهيم. من لو تعرف اللهفه والريد والعذاب، فراش القاش وعشان قاطعون حلوين وتتبدل مع الايام، الغنى ده كله ونجح كله وكان من الحان، لانه حاسيه زي ما ده شكلها الحاسيه بيه. صح. لحن بيه وغنى بيه. يا سلام. طيب انا بدي امشي لحته ثانيه. تعرف الحته ليك يا استاذنا حلنقي، الناس يتكلموا عن حياه جميله جدا. نعم. لكن في حياه جميله جدا وصلت لصالح الضي ونحن ما عايزين نبعد منه كثير. نعم. بتتغير. نعم. يا سلام. وشافك كده سكتت شويه، وصلت كيف؟ اخذت لها نفس كده. والله هي تعرف بتتغير دي اتكتبت نتاج، لانه كتبتها عايز اتحدى صالح، لانه كل ما نقعد انا عندي انا بكتب براي صديقه يعني انا صديقه يعني بتحلله العمليه دي، وغناه صحي ماشي يعني ومسموع ومحبوب يعني. فدايما بتستفزني الحته بتاعتي انه انا كده بس ما داري اتغير انا كده، ويعني فيها حاله يعني حس فوقي كده ما كان بيعجبني فيه، لكن هو مصر عليه نرجسيه كده. فقمت قلت بس انا، وطبعا انا شارب احساسه، الصحبه بيناتنا ادتني الحق في اني اعرف الوان وين ميوله وين، لما يعاني السما كده النجم اللي بتختاره وين. يا سلام. وصلت حته زي دي. انت لما تصل دواخل ذول للدرجه دي بتعرف تستلمه كيف. فقمت كتبت بتتغير دي، انا بقرا في الاغنيه كده لقيت فيها صالح قاعد كده، حطيته في جيبي شفته وجيت لقينا زي العاده بنشرب كده في الشاي ونتونس وكده وبتاع. يا سلام. فقلت له والله يا صالح عندي اغنيه كتبتها وعايز اقراها لك، تديني رايك فيها، انت ما راجل شاعر.
قال لي كويس كيف؟ وهو بيشرب الشاي بتاعه مرتاح كده. ف يا اخي قال لي كده اقرا لنا الكلام. قمت قلت لي بتتغير. يا سلام. واقول ما انت نحن كمان بنتغير ماشي معايا عادي. زي ما في حاجه. ايوه. بتتغير واقول ما انت نحن كمان بنتغير واقول ما انت نحن كمان وزي ما عيونك الحلوات بتتحير. بنتحير. لما قلت لي بنتحير يا اخي قال لي دي اغنيه جميله والله. قلت له الاغنيه دي انا عارفها جميله والاغنيه دي عارفها حتلمسك وحتحبها لكن ما حديك ليها. لانه يا اخي انت حركتك دي بالاعتزاز الكثير ده. اصله ما في زول في الدنيا دي مهما كتبت انت شعر او كتبت انا شعر برضه بيجي بيكتب شعر اجمل مننا. يا سلام. الجمال ده اصله في كل مكان. أيوه. في كل حته. فالتحديات دي انا ممكن نسمعها استاذ حلقة ايش تعالج شنو؟ نسمعها تصدق من سنين نحن نسمع القصيده نحن ونسمع بعد لك من مجاهد. انا بقرا لكم منها مطلع منها. بتتغير واقول ما انت نحن كمان بنتغير. يا سلام. وزي ما عيونك الحلوات بتتحير بنتحير. يا سلام. تصدق من سنين نحن بنتمناك تصابح العين. يا سلام. بآمال لحظة تنصفنا وتبين نحن منك وين. وين. ولما نحس بيك ناسي نقابلك بجف الناسين نفاجئك لما تتغير ونحزن لما تتحير وتتغير. وقول ما والله قديم يا رب كمان بنتغير. يلا يا مجاهد. فكره حلوه. نسمع يا مجاهد. نغني بتتغير. نسمع نغني بتتغير. ما حنتغير لكن حنسمع. Thank you.
بعيد رحنا كتمنا عليك الجروح كتمنا جروح ما لك كثير مجاهد. وانت تغيرت تغيير كبير جدا صراحة مع اللحن ده والغنى ده الغنى صالح ده ما سهل والله ما سهل ما سهل. تغيرت كيف مع الألحان دي ومع الكلمات دي؟ بالمناسبة ده يمكن لأنه كلمات أستاذ إسحاق الحلنجي وما كلماته هو اللحن مختلف حتى في تركيبته اللحنية وفي الجمل اللحنية وفي التعبير عن المفردة نفسها فبتحس انه هو لحن غير وده بوريك انه هو يعني عنده قدرة على التصوير وعلى التلحين حتى في الكلمات اللي ما كاتبه هو. يا سلام. فلحن مختلف وفيه لان بتتغير. شوف الكلمة دي ايقاعة وبتتحير بتتغير صحيح. بتتحير ده ايقاع في 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 الالحان شويه صعب فلما تخط له لحن حتى لما تيجي تغنيه لازم تقول بطريقه معينه باسلوب معين عشان تكون انت في الشكل الايقاعي الموجود وفي اللحن اللحني الموجود لازم تتصرف. فهو يعني لحن بتصرف عشان يغنيه هو ومنساب جدا جدا. يا اخي شوف الاستجداد. بالمناسبه صحيح. الاستجداد في الدنيا دي ما جايز في نظري خالص الا للحبيب حقيقه يعني. يعني تستجدي حبيبك يعني لاجل الحبيب يكون الاستجداد والا فلا يعني. انت ما شفت عمر البنا اللي هو اجلس امامك خادع ذليل؟ يا سلام يا سلام زول بيغامض ولا ما الا يعني شوف هي 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 الناس ما تفتكر الذله ببنايات الحبيب يعني محببه ما مرفوضه يعني. ايوه ايوه لكنك تذل نفسك قدام ملك دي مرفوضه لكن قدام حبيب لا موافق. انكسار حميد ده انكسار حميد. يا سلام مجاهد دي تسميه جميله. يا مجاهد شنو المميز كان في صالح الضي انت لما بتسمعه في بواكيرك يعني لما تسمع صالح الضي وارتبط طبعه يعني على مستوى الالحان خصوصا؟ والله أنا قبل يمكن قلت عمق اللحن وبساطته والتعبير. صوته يعني أكثر ما يميز صالح الضي إنه صوت معبر جدا. يا سلام. عشان كده الألحان
وصلت والشعر وصل، لأنه يعني القمة بتاعت الأداء بتوصل بتلقاه في صوت صالح الضي، وصادق جدا، صادق خالص، كل التعابير تلقائية. يعني ما بتحس إنه هو قاعد يؤدي أداء مفتعل. على أساس إنه أنا بغني، الكلام ده ما موجود، بغني وهو بغني. يا سلام. فعشان كده بتوصل حاجاته. صح. أنا ده رجل أستاذ هلاوي في حاجة، إنه صالح الضي كان مش بغني باللغة العامية بس أو بالعامية بس، لا حتى غنى بالفصيح وغنى لشعراء مصريين، غنى لفرشوشة. صح. غنى لفرشوشة وغنى لمحمد سعد دياب. أيوة. يعني دي الفترة بتاعت، أنا بفتكر بتاعت الفترة بتاعت القاهرة دي. يعني أول حاجة يعني كيف استطاع صالح الضي أن يوجد مكان في القاهرة، في الخارطة العربية دي، يعني من خلال وجوده في مصر وتعلم الموسيقى في فترة من الفترات، إذاعة وادي النيل أو ركن السودان، عمله في إذاعة ركن السودان اسمها وادي النيل فيما بعد، لكن كان فيها إذاعة ركن السودان. وكيف استطاعت بعض أعماله، يعني عنده أغنية أوعك تخلف الميعاد، أنت عارف شوقي كم. أيوة. هي دي غنتها فرقة رضا. فرقة رضا بالضبط. أيوة. هو ده. أيوة. الحدث فرقة رضا بالحمامة، عندها رقصة كده اسمها الحمامة، أوعك تخلف الميعاد وأنت عارف شوقي كم. واشترك في أوبريت في العريش مع بعض الفنانين المصريين بالمناسبة، وكان صالح الضي يعني كان وجوده طاقي، وجود قوي جدا جدا. فباختصار يعني في الناس في مصر، الناس اللي حبوا صالح الضي، في ناس كثيرين جدا جدا يعني تعرفوا على الأغنية السوداني من خلال صالح الضي، من خلال مشاركاته، من خلال دراساته للموسيقى العربية في القاهرة، من خلال عمله في إذاعة، ودرس الموسيقى العربية فيه. نعم. صح. وعمله في إذاعة ركن السودان. يعني كانت فترة حقيقة، كانت فترة أضافت يعني. يعني مش قدم نفسه بس، أضافت لتجربة صالح الضي. صحيح. فيما بعد. طيب في الوقت ده أستاذنا حلقنا كنت في الغربة. أيوة. أنا كنت. وكيف كنت بتتفاعلوا أنتوا في الغربة مع جديد صالح اللي كان بيصل دائما؟ والله تعرف صراحة يعني هو في القاهرة بالذات طبعا الغربة أخذته في سكة وأخذتني أنا في سكة. صحيح. يعني. وبعدين طبعا أنت عارف الغرفة، الغربة بالذات الغربة. الغربة غرفة. من الناس الجميلين. صحيح. الجميلين جوا كده. حساسين. بتلقاهم في حالة بتاعت توهان يعني. شفت كيف؟ فأنا والله كنت يعني لغاية السنوات، برغم السنوات طويلة جدا، كنت حاسس إني ماشي في سكة ما بتاعتي. لكن ماشيها. ونفس الحظ طبعا كان في القاهرة، الشيء مختلف في إسحاق. هناك الوسط الفني والكذا والعالم يعني مصر ما أي بلد تاني تضج بالألحان والأغاني. نعم. أنا كنت في وسط يعني تقريبا الفترة دي كتب فيها كتبت يطير وردي يطير يا ماشي لأهلنا، ولا ما كانت الفترة دي يا يعني دي لا 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 يا أخي كتبها بدري قبل ما يمشي القاهرة، قبل ما يمشي لا من أغنياته الأولى بتاعت يطير يا ماشي، من أغنياته الأولى. من أغنياته الأولى يطير يا ماشي. طيب وكان مشتاق من بدري كده ماله يعني عشان قاعد في خرطوم مثلا؟ هما حياته كلها ورا من المبين. لا ما هو ذاته صالح بالمناسبة، أنا زي ما مر العقل محمد حسن بيقول لي يا أخي صالح دي لما يتكلم آها. يا سلام. صاحبه شديد العقل محمد حسن برضو يعني. يا سلام. وأتذكر لغاية اللحظة دي في السينما الوطنية زمان، السينما الوطنية. نعم. دي كانت الحتة اللي دائما صالح الضي والعاقب محمد حسن وعلاء الدين حمزه وانا بنتعشى فيها، بناكل فيها فول. كانت مقابله كده للقهوه بتاعته ده. عليك الله يسحق على ذكر السينما الوطنيه والمندرمان والحته دي. في شخصيه مهمه جدا جدا لعبت دور كبير جدا جدا في حياه معظم الفنانين السودانيين، وكان صديق لكل الفنانين ومحب لكل من باب الوفاء. اي عبد الحليم الطاهر المحامي. محمد الحليم الطاهر عليه رحمه الله. يا سلام. كلمنا شويه وانت بتكون لصيق اشهر من المحامين في ذاك الوقت. ايوه يعني كان من اشهر المحامين ومن اشهر عشاق يعني ما في فنان لم يمر بمحطه عبد الحليم الطاهر. صحيح. بشكل او اخر. صحيح. كلمتين عنه. أيوة. عشان احنا عاوزين نسمع يا طير. عبد الحليم الطاهر صراحه انا بقى يعني كان من الناس المغربين لي انا ولكل الفنانين. يا سلام. يعني عايز تشوف خجول عثمان بتلقاه في بيت عبد الحليم صالون. عايز تشوف عبد الكريم الكابلي بتلقاه موجود. عايز تشوف محمد وردي بتلقاه. اي فنان يخطر ببالك بتتمنى كده يقعد معاك في سهره بتلقاه في بيت عبد الحليم. وعايز تشوف شوق المغتربين يا استاذ حلنجي. عايز تشوف شوق المغتربين وحبهم للسودان
اسمع يا طير يا ماشي, يا ماشي لا هنا نسمعه ونجي ثاني, رايكم شو؟ جدا نسمع يا طير يا ماشي لا هنا, ورساله لكل الحبايب نسمع. ما
تنسى زور تلك إلا إلا سلم عليه وتبوس إيديه ما تنسى زور تلك إلا إلا سلم عليه شكرا لك مجاهد كثير. والطير ده والله ما مشى لأهلنا بس مشى حتات بعيدة جدا بس الرسائل كثيرة صح ووصل الرسائل دي وسمعنا كثير يعني رغم انه في ناس ما بريحوا لكن خلونا نطلع الفاصل نرتاح شوية من ثم نعود لكم من جديد صالح الضيفي كانوا بيننا خليكم معنا عودة لكم من جديد صالح الضي وأستاذنا هلاوي أغنيتي يا طير يا ماشي لأهلنا دي لليوم موجودة ذكر أستاذنا حلنقي إنها من الأغنيات الباكرة يعني. لكن ليوم الليلة موجودة وين المنتوج الشعري من أغنية زي دي وهل فعلا أحيانا الشعراء بيكتفوا والله لما يشوفوا في بصمة خاصة لأغنية خاصة بيكتفوا والله دي باعتبارها كفاية يعني نعم نعم هي يا طير دي يعني أنا بفتكر من أجمل أغاني الحنين يعني الى حد كبير هي بتذكرني بالياسه بتاعت محمد وردي بتاعت طير المهاجر يا سلام ف من قديم الناس سمعت من قديم في يعني ورد كثير جدا جدا في الشعر العربي وغيره الناس بتحمل الرسائل لل يا اخي انت عندك انت ماشي ليه بعيد انا يا طير بشوفك لو مش كده عندك حمام الوادي يا راحل حمام الوادي يا راحل يا سلام يا راحل فالناس بتحمل مدار رايح ايوه هاي هاي. الكبير حمام أيوة. الوادي يا راحل دي انا اتذكر واحد من الناس الجميلين في المطار شفت كيف لقيته نازل كده وما جاي يعني وانا مسافر فقال لي يا اخي انت ما معقول تجيبنا نحن وتسافر انت يا سلام ظلت خالد الاغنيات دي لا 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 اي انا بفتكر انا من الاغاني الجميله جدا حقيقه يعني وري انا شفتها بالمناسبه انه عدد كبير برضه من يعني ودي حته مهمه جدا يعني كثير جدا جدا من اغنيات صالح الضي غنوها باصوات كثيره من صح. بينهم الـ من بينهم ايش معايا الحب ايش معايا الحب ما في فنان بيعطي. ما غناها ايش معايا لازم أيوة. اصله ما في لازم الحب ده عاشوا ولا ما عاشوا بعد يا استاذنا حلقه نعم بعد كده عاشوا ولا ما عاشوا يا اخي الحب ده انا مخلوق منه يعني. الله يديك العافيه والله العظيم يا سلام الله يديك العافيه انا قبل ذكرته حاجه مهمه جدا انه قلت والله الفنانين ديل كان في علاقه جميله جدا بيناتهم نتعرف برضو شويه على صداقات وعلاقات صالح الضي استاذنا حلنقي محمد اللمين ابو عركي مجموعه من الفنانين كان لهم علاقه كبيره جدا ببعض لكن الرابط الاساسي كان شنو برايك والله الرابط الاساسي في رايي انا يعني في البدايه هم وكيف بينتقدوا بعض يعني الحته بتاعت الانتقاد دي ما عرفتها كل واحد فيهم كان بينه وبين نفسه عارف انه نجم بس تزيح الغمامه كلنا كنا مؤمنين بالحقيقه دي. يعني انا لغايه اللحظه دي يعني ما بنسى قعدتنا مع بعض ووضعنا مع بعض يعني انا وعارك كده كنا بنطلع من بيت جنب الاسهل لغايه ما نصل الاذاعه السودانيه برجولنا يا سلام ما كان عندنا امكانيات عشان نركب تكسي ما لحقتوا زمن السيلفي حسن وبنوصل لغايه الاذاعه بنلقى القروش المفروض تطلع علينا ما طلعت بنجري عشان برضه برجولنا يا سلام بنلملم كده نفسنا عشان نقدر ناكل لنا يعني كان صحيح عشنا لحظات علاقات قويه لكن دي عملت نوع من العلاقات هسه مبالغه وفي حاجه ثانيه يا اسحاق انا بفتكر انها من الحاجات المهمه يعني انت كنت برضه شاهد عليها استاذنا هلا اي يعني بتحس انك انت الناس كانوا فنانين حقيقيين يعني يعني اي زول
واثق من ادواته يعني، عارف حاجاته، عارف يعني حجمه، عشان كده ما في زول قادر يعني بيقدر يخط راي في المصيبه. المصيبه البلبله دي كلها حاصله لانه في ناس ما عندها حاجه يعني، لما تبقى ده ما عنده حاجه وده كده نصوص وده كده وده كده، الوسط بيكون فيه دربك يعني الحاصل دربك الحاصد يعني. يعني في ناس خشوا ساكت يعني الوسط ده في مسافه كبيره جدا، عشان كده دي اللي بتعمل الدربكه دي. لكن زمان كل زول متاكد كل زول متاكد من الاشياء، وبالمناسبه جال الفنون ده يتسع لاي يتسع. لو كان فعلا الناس في فنانين، لو كان الناس فعلا مبدعين، فانا زمان كان الروح بتاعت المود يعني بتلقى زي كل زول عنده حاجات. حتى في مجال الشعر كل شاعر عنده نفسه وعنده عبارته وعنده طعمه وعنده خياله وعنده عالمه. طيب كيف كان بيعاونوا يلغون بعض يعني استاذنا حلنجي برضه واستاذنا والله يا اخي كيف بيعاونوا يلغون بعض؟ يكفي اكثر من انك تلقى ملحن لحن، يكفي انك تلقى لوردي لحن لعثمان مصطفى ولا صلاح من البادية ولا تلقى كده يعني كده يعني، والكابلي لحن لداود صحيح، الكابلي لحن لعركي وعركي لحن كده الروح دي يعني. يعني كلهم ناس فنانين، محمد الامين لحن لعركي ايوه. فدي الروح اللي كانت، لانهم كلها ناس يعني واثقه من ادواتها واثقه من رسالتها، فنانين حقيقيين وصلوا. يعني انت كفنان بتحب الحياه الفنانه اكيد، الطالعه من اللي هو الشخص الثاني ده، فاكيد العلاقه اللي بينك وبينه ما بتكون عدائيه، بتكون حب. يا سلام. فبكون صديقك، بكون حبيبك، بكون صاحبك. ليه؟ لانه هو بيعمل في حياه فنانه انت بتحبها وهو بيحبها وغيرك بيحبها، صح؟ فده البيزك اللي كان معتمدين عليه في شكل العلاقات هو الحب. هو اصله شوف، اي علاقه تتاسس على حب يستحيل تستمر، يستحيل تنكسر. أيوه. الا اذا كان الحب ده رملي، لكن حب صح يستحيل تنكسر. سمعنا بالحب العذري، لكن الرمل دي جديده يا استاذنا، الرمل ما هش. صح يا سلام. بعدين في اي مجال يا سلام، في اي مجال يعني. هسه احنا شغالين هنا يعني، الناس وما تحس انك انت في القضايا دي بحبوا بعض، صح؟ في حاله اجتماعيه بتاعت حب لا يمكن يكون في نجاح، ما بيوصل اي شيء يعني. يعني 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 هذه ماده صيقت منها الاشياء، الحب ده ممكن ماده تصاغ منها كل الاشياء. ان انعدم الحب انعدمت مهما كان، انعدمت الحياه مهما كان يعني. تضل جهود وبعد شوي جهود ذاتها بتلقاها فترت، وبتلقى المساله تلقى الخيول تعبت. ايوه يا سلام. عايز ترتاح كده ما لاقي طريقه لما تعدي. يا سلام يا سلام. استاذنا حلنجي يعني تعاملك مع صالح الضيف في الزمن ذاك، ده رجع بك برضو ثاني شويه يعني، ما نبعد منه كثير يعني. بتحس انت كشاعر بالتاكيد بالفنان، لكن شنو كان احساسك في انه والله صالح الضيف الكلمه اللي كان بيكتشفها كيف؟ بيتعرف عليها كيف؟ هو شاعر بالتاكيد بيعرف النظم يعني، فكيف بتحس انه والله كان بيعرف الكلمات يعني؟ والله انا تعرف بس انظلمت في الحته بتاعت الهجره بتاعتي. الهجره دي هي اخذت من زمني وحرمتني من صالح يعني. يا سلام. وهو ذاته حسبها كده في النهايه، لا يبدو انه حس انه برضه يفترض يهاجر. هو اصلا محب لمصر من زمان يعني، بحبها شديد. سر الحب ده شنو؟ في مصر انت كفنان بتلقى قيمتك. تلقى الناس تظللك، تلقى الناس تلمك تضمك، شفت كيف تأمن يعني لغايه لانه كان بيسمع غنى عربي مثلا، بيسمع غنى عربي صحيح، وكان في طبعه كده داير الناس جميله كده من حواليه يعني. وكان زي ما كلمتك يعني، زي ما قلت لك في الاول، عنده حب كبير جدا لمصر، عنده قيمه خاصه كده عنده، عشان كده وجوده فيها استمر. لانه لما نلقى ناس تحبني خلاص ده وطني. والوطن شنو يعني؟ انا لما نلقى ناس تحبني وتعزني وتشيلني وتعز وتكرمني وتظللني وتعمل لي وتزوج من هناك يعني. وتزوج وتعمل لي الحياه اللي صحيح. انا عايزها يعني، زي ما واحد بيقول لي اسحاق يا اخي انت يعني زمان الشعر وهسه الموضوع اختلف، او اللون الالوان اختلفت. زمان كان الشعر كده وهسه الشعر كده وبتاع. قلت له يا اخي شوف، انت في الاول الشاعر ده انسان يعني، انا ما ممكن يكون ولدي مثلا مريض انا ما قادر اوصله لطبيب واكتب شعر وانا مرتاح، لانه انا بكون في حاله بتاع التوهان مثلا، ما قادر امن يعني ضروريات لحياتي وحياه اسرتي.
انا في الحته دي انا برضو في حاله بتاعت متاهه. الشعر عايز منك انك تتلم كده وتهدي وتروب، بعد ذاك استقرار الابداع الحقيقي بيجي طالع. الحد الادنى للشعور يا اخي، الحد اقل شيء، الحد الادنى للشعور. صح. طيب خلونا نسمع دلال شويه ونجي رجع. لا دلال نسمعها كثير. دلال انا احبها. حب الدلال كلنا. كيف؟ نسمع مجاهد من ثم نعود من جديد. Thank you.
بسم الله دلال، شكرا لك. يديك العافية حبيبي أستاذنا مجاهد، ورب يديك الصحة والعافية. الله يسلمك، وتمتعنا بذاك الصوت الجميل وتلك الألحان الطروبة والكلمات الخالدة. من قبل نحن نتكلم عن صالح الضي وذاك الصوت الجميل العذب، صوت رقراق صادق جدا فيما يقدم للناس. حابين إنه نشوف برضو أستاذنا هلاوي صالح الضي بعيونكم في ختام حديثنا عنه، لمسة وفاء لأسرته يستحق الكثير بالتأكيد. والله أول حاجة صالح الضي زي ما قلت لك، أنا من أول يوم سمعت صوت صالح الضي في بعض أغنياته، رغم أنه الفنانين كانوا مختلفين، يعني ده لكن حسيت أنه مزاجه تاني، نكهة تانية وبصمته واضحة مختلفة. والفنان بلا بصمة يبقى ماله ومعنى يعني. yes. يعني صالح الضي كان فعلا يعني هو صنع، زي ما قلت انا صنع في صالح الضي، ما 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 تايواني ما صيني ما كده ما كده، زول حق روحه يعني. وبالمناسبه انا من انصار دائما الزول يكون حق روحه، حتى لو كان لو عندك راس مال 20% حقتك احسن من 90% حق الناس. الفنان ده لك بالحق الزول، ما بيشبه زول ولا في زول بيشبه. صحيح يعني لو ما جيت بحقك مهما كان قليل وحاولت تطوره ما تجيب حق غيرك يعني. yes. افتنا نحن لو حاولنا نصغي التجربه صالح الضي على الواقع، افتنا نحن الناس عايشه براس مال غيره، عايشه بحق غيره، دار تستلف صوت غيره، دار تتكي على حق غيره، دار تستند على ايه، فدي افتر فنون لا تقبل يعني. yeah. يا انت عندك يا لا، مهما yeah. كان عندك قدم تجربتك في الدنيا دي. الفنانين جو واحدين، حسن عطيه واحد، والكابل واحد، ورد yeah, واحد، وواحد كاشف واحد، ما يحتمل 2.5 وما يحتمل 2.50، خمسينات ومئات يعني. هسه من كل نسخه فيه الاف الكوبيز يعني، فدي دي دي صالح الضي كان واحد، طلع مجموعه من اي صالح الضي كان واحد. وانا بفتكر لحد هسه صالح الضي ما لقى الفنان يعني، ممكن تقلب صالح الضي، ممكن تتاثر باغنياته وكده، لكن الحاجات اللي بتجرى على صالح الضي تبقى تسمع صوته تفتكر انه صالح الضي. ما في لا ما في صرنا حلنقي، ما في صالح الضي او صالح الضي بعيونك يعني. والله انا بفتكر بصالح الضي بعيوني، انا ممكن الخص المساله كلها في انه انا بديني احساس اني ماشي في شارع من شوارع الخاتميه والمطر الرزاز. يا سلام، بديني الاحساس ده بس. يا سلام يا سلام. طيب في الختام ده، وانتوا هرمين في الشعر السوداني، رب يديكم الصحه والعافيه، تقولوا شنو من كلماتكم الخاصه اللي كتبتوها مجاره كده ممكن نقول، او برقية حب لصالح الضي، نقول كلمات من عندكم الاثنين.
والله ما يعني قدمك استاذنا حلقة يعني من الصعب حقيقة من الصعب يعني ما تجود به يعني من الصعب لكن ممكن نسأل رب العالمين الرحمة نسأل رب هي دعواتنا لصحدي هاي دعوات وكلمات من الشعر تقول له شنو يروح حقيقة يعني يا ريت لو كان أستاذ حصاغ الحلنجي أتحل الزمن وتحليل الظروف وتحليل كده أنه يلتقي به ويحتك به ويقدم له أعمال وهو ارتبط برمز بهرم كبير زي حصاغ الحلنجي وإسحاق ارتبط بصوت كبير زي يا ريت كانت وتحت لنا بعض الظروف مؤكد كانت تكون بيننا تحدي وشي من الأبيات لروحه الطيب فأهديه أهديه مقاطع أنا وين ما أروح يا ريت لو كنت حافظانا كان يفترض نتغاضى عن هفوات بعض كان يفترض نتغاضى عن هفوات بعض بالمختصر بإيه هفادون البشر غير حنسوا بيتونسوا بعدونا أكثر عن بعض يا نور حياتي ودنيتي خد نفسك انت في حتتي ليها الخصام وحتى السلام بيناتنا يبقى على مضض وكان يفترض نتغاضى عن هفوات بعض انت اللي بديت بيننا الخصام والناس براك دخلتهم وين حسن ظنك يا ملاك وهل خلتهم يبقوا العوض بالمختصر بايه هفادونا البشر غير حنسوا بيتونسوا غير بسبكوا بيتضحكوا بعدونا اكثر يا سلام استاذنا حلقة كلمه اخيره والله انا بقول عطشان عطشان والبحر جنبك عطشان والبحر جنبك رذاذ الموج يروس قربك وتشرب منه ما قادر تبرد آه في قلبك يا عطشان والبحر جنبك يا سلام عطشان والبحر خطوة ويمكن أقل من خطوة يا سلام قوم أمشيها أكون أقوى وعيش للبهجة والنجوى بدون صمت البحر والليل حبيبي حبيبي الدنيا شين تسوى على أشواك ملت دربك يا عطشان والبحر, والبحر جنبك وتشرب منه ما قادر تبرد آه في قلبك يا سلام يا سلام مجاهد كلمة أخيرة مجاهد والله أنا كلمتي قبلي لصالح الضي إنه يعني صالح الضي خلاني أقعد مع الحرمين دي للأستاذ اللاوي والأستاذ إسحاق الحلنجي دي حتى وكل الحبايب أنا سعيد بها جدا جدا وغنيت لأستاذ اللاوي وكل الحبايب بزعله وغنيت للأستاذ إسحاق الحلنجي بتتغير وفي حضرتهم الاثنين أنا سعيد جدا جدا وفي نفس الوقت وإنه وقع الاختيار على مجاهد عشان يغني لصالح الضي يعني ده برضو شرف كبير جدا لي وشكرا لكم خيرناك ونحن معك أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الله يخليك مجاهد عمر الفنان المعروف نورتنا كثير شكرا لك كثير وانا سعيد بك والله سعيد عليك تمكنت من اداره حرز الحوار بطريقه ازعدتنا حقيقه شكرا شكرا حقيقه والله شكرا كثير وشكرا لك استاذنا اسحاق الحلنجي ربنا يديك العافيه ويمتعك بايامك ويمتعكم بايامكم يا اساتذه وتقدم لهذا الشعب الشجن مش المر الشجن الجميل وما فيه من كلمات كثيره جدا شكرا كثير تحدثنا عن صالح الضي وفعلا هو من اسمه نصيب وصالح لكل زمان ولكل مكان وضي أيضا وضي صحيح شكرا كثير للمشاهدين الكرام سهرة نتمناها ممتعة للجميع مجاهد الختام عندك يا عينيا وعاوزين نسمع دندنة ونطلع بها طوالي وانت باكر مسافر بها تلبحين عليها دندنة بها انت باكر مسافر يا تلبحين عليا سلام انت باكر مسافر يا تلبحين عليا يا عينيا يا عينيا يا سلام شكرا جزيلا شكرا
باكر مسافر يا قلبي حن عليا انت باكر مسافر يا قلبي حن عليا عشان خاطري وحياتك تتأخر شوية وما تعذب معايا الماء ما بيرضوا ليا وما تعذب معايا الماء ما بيرضوا ليا وما تبلل ضلوع كفاية دمع عيني يا عيني سائل عليه